يقول بارك الله فيكم، هل الحوض هو الكوثر وهل هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لكل نبي حوض؟ الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض من الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نسأل الله الكريم من فضله، آمين. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم.